السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني والله يعني اللابتوب ذا ما أدري كيف أسوي فيديوهات. سويت فيديو من 1000 فيديو محمد بن سويت فيديو من 1000 فيديو من مليار من مليار من زريليون فيديو. استغفر الله العظيم كلهم على الفاضي. يعني في فيديو يعني شوفوا طلعوا شوفوا هنا شوف ها سويت فيديو اشتري سويت فيديو أنا مو سويت فيديو بشنو يا الله والله قهر يا شباب. عندي ايش اللابتوب ذا ليش ما اقدر يعني حاولت اني يعني بعد ما سويت فيديوهات ذي موجودة عندي هذه بعدين كنت ابي شو اسمه ارسلها باللاب للجوال ضيعت 2 ساعة ومدري شنو الفاضي. استغفر الله العظيم اوكي لازم ندخل يلا قهر بسم الله اوكي يلا ايش تقدر تكثرها اوه ايش ذا هذا الدلفسورس استغفر الله العظيم هذا الروث هذا الروث الثالث في شو اسمه غير طيب هذا ست سليب هذا اللاج اصبروا يلا قللت الجودة يا الله مش قاعد اللابتوب اقدر اسوي فيديوهات لازم العب اللابتوب كل شوي مش كمان ما لي خمسة تغذية مش كمان لها اجواء يعني الظاهر كله بسبب المطر لا اصبروا بس اسمع شوي يلا فوق حلو ذي في احتمال اقوى بس يعني ما ادري والله مشكلة الموضوع يخوف شوي اهم شيء انك روح انت لازم اروح اطرد المشكلة يعني فما ادري ايش في بروح اطرد ولا شيء من المكان بسم الله ايش فيكم انتو ما ادري مشكلة انا ايش طالع وانا طالع انا ما ادري ذولي بدهم سودهم ليش انا اسوي نفسي بسالهم يمكن ايش تمام لان صورت انا خايف منه بصراحة ما ادري لا ترفسورس ايش كذا ترفسورس يا شباب ترفسورس اظن ذولي بدي ذولي هربوا منه ليش بس في ترفسورس لا مو مرتاح له ترفسورس مو مرتاح له لو شفنا يقعدون على الاقل ما ادري عندي يمكن تسوي تيم بس ترفسورس يا الله انا والله مو مرتاح له ابدا في 2 ماخذين ترفسورس قدروا يقتلون دبليودكس ما ادري هاكر ليش يعني هم دبليودكس ما ادري يضربهم ما ادري هم يعني احس قتلوا كوس ما ادري عطيت ذاك الفيديو ديسلايك بس ما قلت لما لقيت واحد ايش هذا ما ادري لما لقيت واحد ذاك مع ذاك اللي كان يعني واحد كذا لقيته او ماي جاد الظاهر هذاك صح اللي سواها اي اوكي خلاص طلعت هذاك ممكن يفزع لي بصراحه ذاك وينه والله ما ادري طبعا اللي سوى الحركه ذي اظن ذاك اللي قباس اللي انت اللي عنده قرن كذا وبعد الديناصور البدايه هذا يقدر ما ادري ايش الحين كمان يقدر بس اوكي يمكن يهربون ولا شيء يهربون من ترفسورس 2 ما ادري والله صعب شوي
هادروسورس ولا تروفوسورس؟ ايش احس يجي لا قاعد يروح الظاهر ذاك تروفوسورس ما ادري يهرب من السورس الا اذا كان السورس من تروفوسورس السورس من تروفوسورس هذا يعني عصابة الأدولت كلهم يعني كلهم أدولت اثنين أدوتاتشي أوكي إذا مو مرة خايف منهم لأنهم بطيئين أدولت الأسورس يعني خايف منه شوي بصراحة مو بس إنه خايف منه يعني أكيد واحد خايف من التلفسورس أوكي أبغى نزلتي إن شاء الله بدول أوكي هذا خاص سويت مع التيم إن شاء الله فالحين خاص يعني نقدر يقدم على نفسنا ولا شيء أنا مشكلة خايف من تيرفوسورس يعني أكثر شيء لأن سورس يعني خايف منه شوي بس التيرفوسورس اللي هو تشوفه أنا زي يشبهه بس إنه أكبر وأقوى 4700 ودبجة يوصل 900 على ركبتي يمكن 1000 بالراس ولا يضربني بالراس كل شيء طولي بالرقبة لا أفضل معه ما أدري خليني أروح معهم يعني أس يعني أظن أنا كل وحيد أخاف يجي تيرفوسورس هناك ما أدري هم رايحين وين زبدة وش ذا إيش هو بس أنا ترى يعني الشيء اللي خايف منه إني ألاقي شو اسمه أوكي لقيته أرجع هناك تيرفوسورس ولا سورس أنا مش خايف من السورس يعني خايف منه شوي يعني بس طلع قوة بس تيرفوسورس أنا خايف منه بصراحة تيرفوسورس ما خايف منه خاصة لو يضربني بالرقبة أظن بيعطيني دمج 1000 يضربني مرة ثانية يمكن 600 ولا 700 ولا 1000 والله يلا شباب خايف يعني الدمج على الرقبة يكون أكثر من الديناصورات اللي يعني الدمج ضرب للراس إذن تعرف الديناصورات دول العادية كلهم للراس يكون دمج أعلى طبعا ده شوي صعب يعني لأن إذا الراس هو بيضربونك بعد بس لو خير الكنترول يعني والستيكو وكذا استيكو ما بعد يجي بس أقول لو يجون يعني ذولي كثنين فيب مشكلة هيلث شوي مو واقعي يعني شوف تريسر التوبز والستيكو بيكونوا هيلثهم قليل ما شنو هو ظلوا يكون كثير بيكونوا روبي يعني بس أحس عادي يكونوا روبي لأنهم لازم عشان يقتلونهم لازم اثنين يعني تقريبا ترى شباب الكنترو على فكرة يعني مرة أوبي بصراحة عشان البلود حقه يعني مثلا تاخذ اتشي لو يواجهك تقدر تقتل بعدين تطلع تحت كذا مكتوب هيفي بليد تطلع يمين على هيلثك حقك تلاقي الأحمر كذا شيء أحمر وصل لليمين ف جي جي ولا يمكن ما أدري إذا ما أدري إذا إذا كنت يعني ضغط هنا يروح ما أدري أو إذا أنت كنت يعني شوي يسوي شيء بالستاتس يعني بس لو من دون في ذا ولا ذا ميت يعني ما أدري إيش ليه فمشكلة يعني صراحة ما أدري إذا بيتضرب معي ليش بس زبدة بروح أنا ما داعي ما بي مشاكل أوكي ضربوا معي يعني ويمكن شوي خايف مني لأن يكون صعب إني يضرب معي لأن ما يقدر يضربني إلا من الرأس مش حتى لو يعني موضوع مخيف ولا كذا على ماذا تيرفوسورس أنا شباب خايف التيرفوسورس أكثر من الفيروسورس يعني أحس التيرفوسورس يخوف خلاص التيرفوسورس هجم عليك جدي إذا كان عندك اللي يقدر وكان واحد ضد واحد لا بس لو التيرفوسورس بس اثنين ضد اللي يقدر أوكي هذا التيرفوسورس
بس هذا بيبي عادي. هذا بيبي طبعا ما اخاف منه يعني لو سي سي لو ستيل سيو بعد ما راح اخاف منه. بس الادولت مخيف, الادولت تورس يعني مخيف مرة. يزي من الادولت كذا, الادولت مخيف كذا. طبعا في الصوت تكون مخيفة الادولت يعني مثلا دبل ديكس كحد سيب مخيف شوي, بس الادولت مرعب وكل شيء مرعب. بس الادولت ليش ادري ليش مكتوب فوق ريدوتس يا عمود كحين في لك اقل, بس انه ابي اخليه ثلاثة عشان اقدر اشوف المنطقة يعني. انا ودي اخليه ذاك مدري ستة وسبعة سبرو, انا ودي اخليه هنا احسن شيء بالنسبة لي. انا كن يعني في اللعب ذيك ثاني اقدر اشوف هيك كل مكان. هذه المشكلة يا رامي جد تحديث يروح الخلل. مش طبعا الحين تشوفون عندي كان اكلين لو تشوفون يعني ها سير عندي في السرفايفل صح السيد بوكس. لا اصبر خليني اشوف اكمل الفيديو حقي 17 شوف احس اللعب احس اني بوقف لان يعني ما في احد شكل بلعب لحالي, انا ما في احد بصراحة. فما بي لازم اروح اسوي محتوى في القناة عشان يكون في حماس وفلة. فشكلي خلاص بوقف الفيديو الحين انه لازم يكون في فلة شوي. ما في فلة ولا شيء, ما في احد يعني ماي علاقة.